الآن سادة الأكارم، عندما نريد أن نعبر عن فرحتنا نعود بكم إلى الفلكلور العربي. هذه مشاركة ممتعة من قبل الفلكلور العربي، وهي عبارة عن دبكة عربية تأخذنا بعيدا إلى تراث أهلنا وأجدادنا. إذن نشاهد سويا دبكة عربية. مساكم الله بالخير غوالي الاعزاز، سادتنا الاجلاء والعين عراس. الله يا يابا يابا بلون الجير قلبي عاد لونه، يا ويل بلون الجير قلبي عاد لونه، وعلى الجان وحملنا يعادلونه. يا يابا يابا يا ولعدنا بسرمد يا يمه يا ولي، اذا بامر من الشيخ خميس الخنجر وتضامنا مع اهلنا في غزه وجراحتها لا نحتفل ابدا ولا نفرح ابدا، لذلك نعتذر منكم عن الغاء هذه الفقره، وشكرا لكم على حضوركم بيننا في هذا المساء الجميل. شكرا لكم. شكرا مرة أخرى للفنان ولهذه الفرقة المميزة. رب الجلالة بالفخر خلقنا قام